إطار التعاون جنوب جنوب بين المملكة الشريفة ودولة مالي، وهذه العملية الحمد لله اللي تبناها سيدنا الله ينصره في إطار هذا التعاون ديال المغرب اللي كان على مر الأزمان. فالحمد لله بدينا في هذه العملية من 2015، الحمد لله استقبلنا هذه المجموعة من الأطباء وطاقم تمريضي من دولة مالي الشقيقة، وهذا هذا الاستقبال هو في إطار عملية اللي بدأت هذه من شهور بتعاون مع بين المملكة المغربية الشريفة ودولة مالي، في إطار تعاون استكمال الخبرات أو انتقال الخبرات من المغرب لدولة مالي. وكانت بداية ديال البداية بإرسال آلات وتجهيز مستشفى الجامعي بوان جي بباماكو، والمستشفى الإقليمي ديال مدينة سيغو في 2015. فالحمد لله هذه المجموعة اللي جات متكونة من 12 فرد هي غادي تستكمل التكوين ديالها هنا بالمغرب خصوصا بالدار البيضاء، وايضا غادي يمروا على المراكز ديالنا على مستوى التراب الوطني. فان شاء الله تعالى هذه لبنه من اللبنات اللي بناها سيدنا الله ينصره في هذا التعاون جنوب جنوب، واللي عطى الثمار ديالو على اليدين ديالو الشريفه. وان شاء الله احنا نستكمل، احنا نحن على الهعد نستكمل هذه العمليه. فهم هنا بين الاشقاء ديالهم وفي بلدهم الثاني، وان شاء الله نكونوا في المستوى اللي رسمه سيدنا الله ينصره في التعامل مع دول الجنوب ودول الساحل، ونكونوا في المستوى ديال هذا البركه التي تشمل بلدنا الحبيب. للإشارة، فهذه المجموعة هي تتكون من مجموعتين، مجموعة طبية وتمريضية عسكرية ومجموعة تمريضية مدنية، وفرقنا تم التفريق ديالهم ما بين مركزين، مركز الحسني بن مسيك ومركز روش نوار. والحمد لله الآن بدأوا الاشتغال ديالهم في ظروف حسنة وفي أريحية تامة، فهما في بلدهم الثاني، وإن شاء الله غد يكون الواقع ديالها كبير ما بين البلدين إن شاء الله تعالى. وهذا راه موجود الحمد لله العناية الخاصة ديال سيدنا الله ينصره بهذا البلد. فمجموعة من البنيات التحتية اللي تم الحمد لله البناء ديالها في دولة مالي، والعناية الخاصة ديال سيدنا الله ينصره، ونحن هذه نقطة من بحر شمال بحر مولوي ملكي شمال دول إفريقيا، والحمد لله. Oui, nous sommes une équipe de médecins et d'infirmiers maliens qui sont venus dans le cadre de la formation en dialyse en partenariat avec la Fondation Amal. Donc nous sommes composés de médecins néphrologues, de médecins généralistes et d'infirmiers en dialyse. Surtout, c'est des médecins militaires et des infirmiers militaires et des civils qui composent la délégation. Donc on est là pour une formation d'un mois pour apprendre, sinon voir comment ça se passe au Maroc, la dialyse. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là.